بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي أصحاب السعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزداد ثورة الاتصالات في كل عام اتساعاً وعمقاً وتتلون تعقيداً وإبداعاً ويأتي تيليكوم العالمي للاتحاد 2017 الذي تستضيفه حكومة كوريا الجنوبية وتشارك فيه المملكة العربية السعودية راعياً بلاتينياً يأتي منصة عالمية يبعث الحركة والتحفيز في هذا المجال ويدفع عجلة الابتكار فيه ويعمل على ربط الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة بقادة الحكومات والصناعات في العالم وإتاحة إمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين رفيع المستوى وبسبب هذه الأهمية الكبرى لهذا الحدث فقد حرصت المملكة العربية السعودية على المشاركة فيه ودعم أنشطته بما يخدم مصالح الدول الأعضاء كافة والبلدان النامية خاصة آملاً أن يكون هذا المقر الذي يجمعنا اليوم في مدينة بوسان معززاً للنجاح الذي تحقق فيه عام 2014 حين استضافت حكومة كوريا الجنوبية مؤتمر المندوبيين المفوضين السيدات والسادة في هذا الحدث النوعي الذي يجمعنا اليوم تحت عنوان التحول الرقمي الذكي فرصة عالمية نجتمع مستحضرين طبيعة هذا العصر الاستثنائي الذي نعيش زحام ما فيه من الإبداع والابتكار فنحن اليوم في عصر سريع التحول بالغ التعقيد عصر يؤمن بالقفزة لا الخطوة ويقبل من يعدو لا من يمشي ويحصر مضمار المنافسة فيه على ذوي العقول الحية والأذهان الوثابة والقدرات الخلاقة إننا في عصر مختلف مختلف الطابع والآليات بعيد كل البعد عن الرتابة والتقليدية عصر لا يقبل مجرد التغيير أو التحديث الخجول أو التطوير العادي لا يقبل شيئاً من ذلك إلا إن نجح في إحداث الدهشة وتحقيق الإبهار وصناعة غير المتوقع هذه معايير جديدة لمن يريد المنافسة التقنية في هذا العصر المعقد السيدات والسادة لقد أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات مادة الاقتصاد الجديد وطريق الثروة وحديث المجتمع لقد صارت المكون الرئيس لعامة ما نستخدمه اليوم وبات المجتمع بأسره ينتظر منتجات جديدة أكثر سحراً وإبهاراً حتى صارت سوق الاتصالات وتقنية المعلومات هي السوق الأنشط والأثرى بل والأذكى أيضاً فالذكاء لم يعد بشرياً فحسب ولا دليل على ذلك أكثر من استخدام مصطلح الذكاء الصناعي وهو التوجه التقني الحديث الواعد بمزيد من الإنجازات والابتكارات غير المسبوقة ولقد أصبحت التقنية شريكاً للإنسان وتساهم في جعل حياته أكثر سهولة ونجاحاً وتنظيماً فمن آلة ذكية إلى سيارة ذكية حتى وصلنا اليوم إلى المدينة الذكية ولا يزال الذكاء يتسع مستعيناً بقدرات المبرمجين ودعم المستثمرين ومهارات مقتنص الفرص في هذا السوق النامية المتجددة السيدات والسادة إن حكومة المملكة العربية السعودية مهتمة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ وقت مبكر حين انتهجت برنامج التخصيص الذي يهدف إلى رفاعة كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الاتصالات الخدمات وفتح باب المنافسة لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة في جميع أنحاء المملكة بصورة شاملة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة وشواهد هذا الاهتمام الحكومي واضحة في مستوى النقلة التقنية التي حظيت بها عدد من الجهات الحكومية وكذلك في مدى توسع شبكات الاتصالات التي وصلت نسبة انتشار خدماتها المتنقلة على مستوى السكان بنهاية 2016 إلى 151% ونسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 75% الأمر الذي زاد مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي إلى 6% للعام 2016 ويتأكد نجاح هذا القطاع في المملكة بالنظر إلى حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بلغ 35
مليار دولار أمريكي بمعدل نمو قدره 8% في عام 2015، وهذا جعل المملكة من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، كما جعل سكانها متمتعين بسهولة الاتصال بالإنترنت لإنجاز الكثير من أنشطتهم اليومية وفاعلين في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى أن 95% من مستخدمي الإنترنت في المملكة لديهم حساب واحد على الأقل على هذه الشبكات، وقرابة 80% منهم يستخدمون حساباتهم بشكل فعال. السيدات والسادة، كان لإطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أثر دافع وقوي لمشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكانت الرؤية باستراتيجيتها متسقة مع طبيعة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتطور بلا توقف. هذا وتضمن برامج الرؤية أهدافاً استراتيجية متعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من أبرزها تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. ولقد استحدثت حكومة المملكة العربية السعودية وحدة التحول الرقمي، مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضم اللجنة المشرفة على الوحدة عدد من الوزراء، منهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الصحة، ووزير التعليم، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. السيدات والسادة، إن المملكة العربية السعودية منذ أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، وفي مجلسه الموقر في عام 1965 ميلادي، وهي تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، وتعد من أكبر الداعمين الماليين له. وتهتم المملكة العربية السعودية بكل ما ينبثق من الاتحاد من توصيات أو قرارات أو غيرها، كما تحرص أن يظل الاتحاد الدولي للاتصالات بوصفه وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات الجهة الدولية المرجعية في الأمور ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيمها على مستوى العالم. وإلى جانب ذلك، تهتم المملكة العربية السعودية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، وخاصة الدول النامية والدول الأقل نمواً، كي تتمكن من الاستفادة من التطورات والمستجدات التقنية والتنظيمية في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها. وأؤكد أن المملكة العربية السعودية عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاتحاد وأنشطته واستمرار مواكبته للمستجدات والمتغيرات في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأرجو الله تعالى أن تتكل أعمال تيليكوم العالمي للاتصالات 2017 بالنجاح لما فيه الخير لكافة شعوب العالم. والسلام عليكم ورحمة الله.